اليوم تم توقيع على اتفاقية تعاون ما بين المملكة المغربية وجمهورية مصر. الهدف من هذه الاتفاقية وهو تبادل الخبرات في العديد من المجالات، وكذلك التعاون في هذا الإطار في بالنسبة لكل ما هو مرتبط بقضايا الماء. وكما تعلمون فالمغرب له تجربة رائدة بالنسبة لتحلية المياه، لا بالنسبة للطاقة الريحية أو الطاقة الشمسية، خدمة للماء صالح الشرب ولكذلك توفير الماء السقي على الصعيد الفلاحي. وجمهورية مصر لها كذلك تجربة كبيرة في مجال معالجة المياه من أجل الفلاحة. وبالتالي فالهدف من هذه الاتفاقية التعاون وهو أن نتبادل الخبرات، ومن جهة أخرى كذلك أن نعمل على أمر مهم جدا، ألا وهو تفعيل المبادرة أوير التي تهدف أساسا إلى تقاسم هذه الخبرات مع العديد من الدول الشرق الأوسط وكذلك الدول الإفريقية، حتى تتمكن هذه الدول كذلك من استفادة من تمويلات لمشاريعها في مجال الماء. الوزير والإخوة كلهم في الوزارة الحقيقة في بيننا تفاهم بشكل قوي جدا. النهارده وقعنا مذكرة تفاهم بين مصر والمغرب في مجال المياه. أعتقد التجربة المغربية في مجال استخدام مياه التحلية بالطاقة الشمسية من أجل الزراعة تجربة فريدة وتسبق العديد من الدول، والحمد لله عندنا في مصر كمان تجربة كبيرة جدا في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي في الزراعة، فنقدر نتبادل المعلومات إن شاء الله، ويكون في مشاركة للمعرفة، تدريب مشترك ما بيننا، ونقدر إن شاء الله نحقق حاجة لدولة مصر ودولة المغرب الشقيقتين بإذن الله في المستقبل القريب.